اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج دائرتي. النهارده لينا تغطيه خاصه بمناسبه اليوم العالمي لمتلازمه داون. العالم كله بيحتفل ب 21 مارس من كل سنه باليوم العالمي لمتلازمه داون، فبتسعى كل الجمعيات والمؤسسات بتسليط الضوء على مرض بيصيب مولود واحد من اصل 800 ولاده حول العالم. مرض داون سيندروم، وهو في اصله خلل من عدد كروموسومات الجسم، بيسبب مجموعه من الصعوبات لدى الطفل، منها صعوبات في السمع والبصر ومشاكل صحيه في القلب والامعاء. لذا التوعيه بكيفيه التعامل مع مصابي هذا المرض ضروره قصوى، ومن هنا اطلقت مجموعه من شباب اتحاد الصيدله المصري حمله توعويه بمرض متلازمي داون، واللي لفت حوالين محافظات ومناطق الجمهوريه سعيا لنشر الوعي والثقافات تحت عنوان ارتقي مع متلازمات داون. كاميرا برنامج دائرتي كانت هناك ورجعت لنا بالتقرير التالي، خلونا نتابعه. النهارده المؤتمر كختام للحمله القوميه، بس هو مش ختام نهائي، لان ان شاء الله في شغل هيبقى في محافظات مصر على عملية الارتقاء بالداون سندروم والتوعية الخاصة بأطفال ذوي متلازمة الداون. قررنا يكون شعار الحملة ارتقي مع ذوي متلازمة الداون، في الحقيقة لأن احنا كنا عايزين نغير منظور من انه احنا أرقى وهم أقل، لأنه الواقع ان هم اللي أرقى واحنا هم اللي بياخدوا ايدينا انه نعلى ونرتقي بمشاعرنا وباخلاقنا وبانسانيتنا وبروحنا، علشان نكون قدر المسؤوليه وقدر جمالهم وصفائهم. يعني لسه ارفع بطل العالم في كاس العالم ان شاء الله في تنس، ان شاء الله اكون لعيب قابل بطوله الجامعات. ابراهيم احد ابطال لعبه التنس الارضي والحاصل على العديد من الميداليات، مشاركاته في البطولات الدولية والمتفوق دراسيا ما أهله لدخول كلية الإعلام، كان أحد المشاركين في الحملة. كنت نفسي أطلع بطل في العالم، ونفسي أحقق الناس في المجتمع طبعا، يعني السايب في كل واحد، يعني عشان إحنا في كرة العالم، عشان إحنا طبعا نفسي أطلع الموسيقى. تمام، أول حاجة نفسي أطلع صحفي ونفسي بقى يعني. للحديث أكثر عن هذه الفعالية يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد جمال، مؤسس ومشارك في حملة ارتقي مع متلازمة داون ومؤسس حلم متلازمة داون. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا، عامل إيه؟ أستاذ أحمد، بداية إيه هو سبب إطلاق حملة ارتقي مع متلازمة داون؟ طبعا دول مظلومين، يعني محدش حاسس فيهم، محدش عارف الموضوع ده، مش واخد دعايه كافيه، مش واخدين حقهم في المجتمع، فبالتالي كان لازم نعمل حاجه عشان نصالح الاطفال دول. طيب مين كانت الفئات المستهدفه في الحمله بتاعتكم لما لفيتوا كل مناطق جمهوريه مصر العربيه؟ أولياء الأمور، حتى الطلاب مثلا في المدارس، كان مدارس، حكومات، كل حاجة. طيب أستاذ أحمد، أنت شايف إن في زيادة في الوعي المجتمعي مثلا بذوي متلازمة داون، أو مش بس فئة ذوي متلازمة داون، حتى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الحمد لله. فعلا شكرا لك استاذ احمد، ونتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا، فقراتنا ما زالت مستمره، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا الثانيه. الامومه كلمه تعجز عن وصفها جميع الكلمات، وتقف امامها كل التعابير مجرده، فقط الحب والاهتمام الذي فاق الخيال. الام ممكن تعمل اي حاجه في سبيل سعاده وراحه طفلها، ولكن ماذا إذا كان هذا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل يكون الحب والاهتمام مضاعف؟ بالتأكيد. هل تكون البحث عن سبل رعاية هذا الطفل لا متناهية؟ بالتأكيد. النهاردة ضيفتنا هي أم كان سبب في فقدانها لطفلها لمرض داون سيندروم هو الدافع اللي خلاها تسعى للحد من فقدان أولياء الأمور آخرين لأبنائهم لهذا المرض.
فأسست مركز لرعاية الأطفال المميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة. أرحب بضيفتي الأستاذة نجوى إسماعيل، أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذة نجوى. بداية، أنت من الشخصيات المميزة جدا لأنك ما استسلمتيش للحزن، وحسيتي أنك أنت عندك طاقة وعلم كتير، فوجهتيه في حاجة كويسة في أنك أسستي المركز ده. أنا قبل ما أسألك عن المركز، أنا حابة أسألك أصلا بداية عن من أول ما عرفتي أنك حامل بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسيتي بإيه وتعاملتي زي مع الخبر؟ وانا ما عرفتش طبعا غير بعد الولاده. الدكتور قال لي ان اسماعيل ابني من ذوي متلازمه داون. يعني الحمد لله، يعني قلت اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك لطفي، لان انا عارفه ان داون سندروم يعتبر اقل حاجه في الاعاقات، فما كنتش يعني ما زعلتش بصراحه. يعني حضرتك بتقولي انا كنت عارفه، هل انت اجريتي بحوثات اصلا من قبل؟ انا درست تربيه خاصه وكنت عارفه ان ذوي متلازمه داون يعني مش هنقول عندهم اعاقه، هم عندهم تاخر، والتاخر دوت احنا قادرين احنا نتحكم فيه بالبرامج العالميه اللي موجوده. بقدر ان انا اوصله للطفل العادي في كل حاجه عندي، في الحركي، في اللغوي، في الاكاديمي، بمشي معاه خطوه بخطوه. اكيد طبعا الموضوع محتاج صبر واراده ورضا طبعا وايمان ان هو هيوصل. لو انا ما عنديش الايمان من جوايا ان هو هيوصل، هو عمره ما هيوصل. طيب استاذه نجوى، حضرتك في بحثك على انك بتطوري نفسك او بتهيئي نفسك انك تكوني، انت حاليا دلوقتي بقيتي موسوعه بشريه متحركه تثقيفيه وتعليميه وتوعويه، مش بس اعتقد متلازمه داون، اكتر من حتى من اعاقه. بس انت في خلال بحثك اصلا العلمي، هل لقيتي في جهات او مثلا مؤسسات او مراكز هنا في مصر بتساعد او بتنشر الوعي بذوي الاحتياجات الخاصه او بالعلم مثلا بحالاتهم، مين هم، ازاي تتعاملوا معاهم او كده؟ طبعا في، مش هنكر ان الحكومه موفره حاجات زي كده، بس مش في كل المحافظات طبعا. لا طبعا محتاجين دعم في كل مكان، ومحتاجين توعيه، اطباء نفسهم محتاجين توعيه، لان هم بيصدموا الاهل في اول ما يعني تلقي الخبر نفسه. انا في صدمه، دي صدمة، لأن الطبيب نفسه ما عندوش خلفية إن الطفل ده ممكن يكون حاجة في يوم من الأيام. هو لا، أنا عايزاه بدل ما يقول له يا ربنا يعينك أنت جبت طفل منغولي، أنت جبت طفل ذوي إعاقة، لا تبشره بخير إن في تدخل مبكر بيبدأ معاه من أول يوم، في نماذج ناجحة جدا، في يعني ناس قائمين على الدعم والتوعية للأهالي. نفسي إن شاء الله الحملة الجاية هتكون توعية للأطباء. قبل ما أسألك عن الحملة الجاية، أنت أسستي مركز، إيه هو يعني خطوات تأسيس المركز ده؟ أنا قريت حضرتك بدأتي في البداية بجروب على الواتس أب، بعدين صفحة على الفيسبوك، بعدين أدت إلى أنه ما شاء الله بقى عندك مركز. طبعا هي دي الخطوات. الخطوات ان انا حبيت ايه، ان انا يعني حبيت ان اسماعيل ابني ده جه رساله، مش من هو راح ان انا خلاص، لا هو ربنا اداهولي علشان خاطر اسماعيل راح، في الاف من اسماعيل تانيين محتاجيني، والاهالي محتاجيني. الاهالي طبعا في الاول بتبقى في صدمه، لان هم ما عندهمش اي وعي بان لا ان هم قادرين هم يكونوا، قادرين هم يتعلموا. فانا يعني باخد الاهل من اول يوم، ببدا اعمل لهم هم توعيه طبعا نفسيتهم. هي دي خدمات المركز. اولا بعمل توعيه للاهل، بعمل برامج للولاد، بديهم تخواتهم تربية مهارات، علاج طبيعي، كل ما يؤهله ان هو يكون طفل عادي ما عندوش صعوبات في حياته، يقدر يعتمد على نفسه. عندي طبعا شباب كبار بييجوا برضو بدربهم، بيكونوا متطوعين. وكمان بدربهم، وشباب من ذوي متلازمة داون، ان هم يتدربوا ان هم ازاي يعتمدوا على نفسهم، ما يكونوش محتاجين للام والاب. لا، حتى الام لما بتيجي بتخلي ابنها معتمد، لا انا بقولها لا، يعني بعد عمر طويل انت هتسيبيه يعمل ايه؟ لازم يتعلم ازاي يهتم بنفسه، ازاي يصرف على نفسه، ازاي اهله ان هو يشتغل يبقى عنده وظيفه، ازاي ان هو ممكن يتجوز او يعبر بس عن ارائه او احتياجاته. الحمد لله بيقدروا يعبروا عن كل دوت، بس انا عايزاه يبقى عنده حياه
احسن واحسن واحسن، عايزاه ان هو ممكن يكون اسره، ممكن مش شرط ان هو يبقى عنده اطفال بس يعيش حياه سعيده. من حقه ان هو يحب، ومن حقه ان هو يتجوز، من حقه ان هو ياخد كل حقوقه في الحياه. صحيح. طيب حضرتك ليكي تواصل مع جمعيات او مؤسسات اخرى مثلا في الوطن العربي ممكن تكون بتخاطب نفس الفئه او بتسعى لنفس السعي؟ اه طبعا، احنا بنخاطب ناس في الدول العربيه وناس ويعني مؤسسه معانا دكتوره بشرى انيس في امريكا. طبعا هي بتنقل هنا في مصر يعني اخر الابحاث اللي هي وصلوا لها هناك، فبرضه دي بنساعد بيها الامهات. في حاجه زي المكملات الغذائيه، دي بتحسن من المناعه وبتحسن من صحتهم، فبالتالي انهم بيقدروا ينتجوا اكتر ويقدروا يتعلموا اكتر لما بتبقى صحتهم كويسه. استاذه نجوى، حضرتك هتكوني فين بعد